يا أهلين وسهلين فيكم بقناتي، قناة ساشا تيو. رجعت لكم يا حلوين بقصة جديدة، يا رب تستمتعوا وتستفيدوا. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك. حابة أشكركم على دعمكم المستمر لقناتي، وكمان أشكركم على حبكم لي وعلى كومنتاتكم اللطيفة. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا. يقول صاحب القصة: اسمي نايف وبقول لكم قصة جميلة جداً. جارنا عنده بنت أصغر مني ب5 سنين، دايما تجينا وتلعب مع أختي الصغيرة. وقتها أنا دايما في الشارع ألعب مع العيال، وإذا طلعت أختي وبنت الجيران يلعبون في الشارع أخذ دور الغيور اللي يخاف عليه. لما صارت هي وأختي بأولى ابتدائي درسوا بمدرسة الحي، هي تقريبا قريبة نوعا ما، لكن بالنسبة للأطفال تعتبر بعيدة، وأنا مدرستي قريبة منهم ونطلع بوقت واحد. فصرت أول ما أطلع من مدرستي أروح مدرستهم وأمشي معهم هي وأختي إلين ما نوصل بيوتنا، واستمرينا على هذا الحال يوميا، نمشي مع بعض ونجلس نسالف. كنت يوميا أطلع معهم نهاية الدوام ونمشي على رجولنا من يوم ما كنت بالمتوسط إلين ما وصلت الجامعة، وصرت أخذهم بسيارتي، أطلع أخذها هي وأختي وأوصلهم. طبعا بهذه الفترة الطويلة تعلقت فيها مرة، وكنت حاط في بالي إنها هي حبيبتي وبتكون زوجتي، وما فكرت بوحدة غيرها نهائيا، كأني واثق إنها لي بكل بساطة، أو على الأقل إنها تبادلني نفس المشاعر. المهم خلصت دراستي الجامعية وسافرت برا مع أختي الثانية لأنها مبتعثة. طوال سفري ما كنت أعرف عنها أي أخبار، بس قدرت أسأل أختي بما إنهم صحبات. جلست 3 سنين مع أختي في كندا، بعدها أختي تزوجت وجاء زوجها معاها، وأنا طبعا رجعت للسعودية وصارت بنت جيراننا في الجامعة. طبعا في معلومة، إحنا نقلنا عن بيتنا الأول وجارنا هذا نقل معانا أبو البنت اللي أحبها، لأنه اللي بيننا أكبر من علاقة جيران، فعلا أنا كنت أعتبره أبوي الثاني. حبيت أوضح هذه النقطة عشان تعرفون قد إيش العلاقة بيننا قوية. بعد ما رجعت من برا وتوظفت كنت أحاول أعرف إذا هي أصلا تتذكرني للحين أو تفتكرني وناسيتني، وربي إني ما كنت أرفع عيني البنت ولا حاولت أتعرف على بنت، بالرغم من إني كنت مع أختي بكندا والبنات في كل مكان، وكنت أدرس بمعهد ومعاي بنات ولا فكرت أكون صداقات. كل هذا مو عشان يقول الولد المطوع العاقل الله يتوب عليه، لكن كنت أسوي كذا عشان كنت أبغى ربي يحفظ لي الجوهرة ويبعد عنها عيون الشباب. بيوم وأنا أتفرج في الإنستجرام في حساب أختي طحت على حساب الجوهرة، وربي كان صدفة، ما كنت مفكر إني أبحث عنها بس ربي جابها. دخلت حسابها بكل حماس، صح إني ما راح أشوفها ولا أكلمها بس يكفيني إني أشوف يومياتها، لكن للأسف كانت مقفلة ومخليته برايفت. صرت كل يوم أخذ جوال أختي وأدخل على حساب الجوهرة وأشوف صورها ويومياتها. وفي يوم قالت لي أختي: يا أخي سوي لها فولو وفكني، مو كل يوم تأخذ جوالي وتطمن عليها. صراحة انصدمت وانحرجت، ما توقعت ان اختي تعرف اني ادخل حساب البنت، وعشان ما ابين اني منحرج قلت انا اتفرج على الكل، لكن انت من تقصدين؟ طبعا ما تترقع دي لانها قصدتني. طبعا بعد احراجات وقفطات من اختي عرفت ان البنت ما تفكر في احد، وانها تسأل اختي عني بين فترة وفترة، وهذا الشيء اعطاني امل كبير جدا. يمكن بعضكم يقول ليه مهتم تعرف اذا تبغاك ولا لا، بس فعلا الشيء هذا يهمني، ما أعرف إن البنت اللي في حياتي وما طالعت أحد غيرها ما تفكر فيني من الأساس. كنت أفكر كثير كيف بيعرف إذا البنت تبغاني ولا لا. عرفت حسابها بتويتر من أختي ورحت لها على الدايركت، ويشهد ربي علي إني ما أبغى أضرها بولا شيء. سلمت عليها وسألتها عن أخبارها وقلت لها أنا فلان. كان صعب علي وقتها إني أفتح معاها الموضوع، إيش أقول وكيف أبدأ؟ قمت كتبت اللي في بالي بسرعة كده وأرسلت، وعلى طول طلعت وقفلت جوالي ورميت، وكنت خايف من الرد. جلست أسبوع ما وصلني رد بصراحة، تحطمت، حسيت الدنيا كلها ضاقت فيني لأن سكوتها كان باين إنها انصدمت مني أو إنها استحت تقول إنها ما تبغاني. رحت اعتذرت منها وسويت أنفولو وحذفت تويتر بكبره. في هذيك الأيام سمعت كلام إنها انخطبت من ولد خالتها، وبنفس الوقت أمي كانت تلح علي عشان تخطب لي، وأنا ما أبغى لا أزعل أمي ولا أبغى بنت غير الجوهرة. مرة انقهرت وتضايقت ولساني موقف إني أستغفر وأدعي إنها تكون من نصيبي. اتأثرت نفسيا وكرهت كل شيء،
إنك تبني حياتك على شيء وبعدين ما رح يصير، هذا بحد ذاته يذبح. كيف لو تشوف البنت اللي تحبها بتتزوج غيرك؟ مرة وأنا طالع من المسجد بعد صلاة العشاء، شفت أبوها ومعاه رجال وشاب ما عرفتهم، سلمت عليهم وقال لي أبوها: يا نايف. قال لي: يا نايف، هذا فلان الفلاني عديلي وولده، يعني ولد خالة الجوهرة، بالأصح خطيبها وأبوه. وأنا ما جاء في بالي وقتها إلا إنهم أكيد جايين عشان يملكون. ركبت سيارتي وأنا منهار وبدون شعور كنت أبكي من قلب، خلاص الجوهرة راحت، خلاص صارت زوجته وحلاله. وأفكر في نفسي: طيب وأنا ولا شيء؟ ندمت كثير إني ما تقدمت لها أول ما رجعت من كندا، بس خلاص الندم ما ينفع. تعبت نفسيتي جدا، كنت من البيت للدوام للمسجد وأدعي ربي إني يصبرني وأرجع البيت، ما أبغى لا أقابل أحد ولا أجلس مع أحد. أمي كانت كل يوم تقول لي: أبغى أخطب لك، أبغى أزوجك، أنت أكبر عيالي، أبغى أفرح فيك. وزعلت علي لأني رفضت، وأنا ما أبغى أتزوج وقلبي مع واحدة ثانية، ما أبغى أظلم بنت الناس معاي، وبنفس الوقت ما أبغى أمي تزعل مني. بعد كم يوم كنت جالسة قهوة مع أمي وجاتها مكالمة، وهي جالسة تسولف وأنا مشغول في جوالي، لكن سمعتها قالت الجوهرة وفز قلبي. تركت الجوال وطالعت في أمي، وأمي انتبهت لي. أول ما خلصت أمي مكالمتها ما قدرت أمسك نفسي، قلت لها: من هي الجوهرة؟ قالت: بنت جيراننا. قلت: إيش فيها؟ قالت: ما صار لها نصيب مع ولد خالتها وفسخت الخطوبة، وكملت تشرح لي إيش صار. لكن خلاص أنا عقلي مو مع أمي، كنت طاير من الفرحة وعيوني تلمع. بعد كم دقيقة إلا أبويا دخل علينا، فزيت رحت أبوس يده، قلت له: أبويا تكفى لا تردني، أنا طالبك. طبعا أبويا مستغرب واقف مصنم كذا: إيش بالولد؟ قلت له: لا تجلس، تعال نروح لأبو فلان خلينا نخطب بنته. عاد أمي ما أسمع إلا ضحكتها، وأبويا ما صدق إني طلبت إني أنا أتزوج. قال أبوي: يلا يلا روح ألبس، يلا نروح لهم. وربي وقتها لو قسم فرحتي على أهل الأرض بتكفيهم وزاد. طول الوقت أقول: الحمد لله الحمد لله. خطبتها وأبوها قال: لو ما أنت جيت كان أنا جيتك عشان أزوجك بنتي، لأني ماني لاقي لها أحسن منك. ملكنا لكن لسه ما تزوجنا، تبغى الزواج بعد ما تخلص الجامعة، باقي لها سنة، ما أدري تتدلع علي ولا إيش، بس يحق لها تتدلع. وأنا ماني مستعجل على الزواج، يكفيني إني اعترفت لها بحبي، يكفيني إني واثق إنها تبغاني تكون لي، ولو صار شي لا سمح الله وما صارت زوجتي ما راح أتزوج غيرها ألين أموت. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، ويا رب تكون عجبتكم. وإذا عندكم قصص حلوة وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو على السناب، أحط لكم الروابط في صندوق الوصف.